واصبح من اشهر محامين مصر في الفتره الاخيره الاستاذ السيد صاحب موقعه اسم عين شمس الشهيره. ازيك الاول؟ الحمد لله على سلامتك. ازيك؟ الله يسلم حضرتك. كنا سمعنا جالنا اخبار كده ان حضرتك جالك الاول 4 ايام وبعد كده اخلاء سبيل من الاسم. لا، مفيش. وبعد كده احكي لنا الحكايه باختصار. الحكايه باختصار ان احد الزملاء المحامين كان ليه موقف مع ضابط من ضباط اسم عين شمس اسمه ملازم اول محمود يوسف، ضابط ستيفا. كان ليه موقف شخصي معاه بسبب موكل، فحط الاستاذ ده في دماغه. معدي في شارع جسر السويس جنب سكننا وجنب سكن الاستاذ محمد منصور، لقى اخو الاستاذ محمد منصور واقف ضرب عليه طلقتين نار، جري وراه. انت اخو المحامي؟ الله. فجري وراه الراجل، جري اخو الاستاذ محمد، جري ضرب عليه طلقتين نار. جالنا تليفون واحنا نازلين من المكتب من عندي، يا استاذ محمد اخوك ضرب عليه نار. رحنا لقيت بنكلم الضابط، ايه اللي حصل حضرتك؟ قال لك انا مسكته مخدرات. طب ايه اللي هيتم؟ قال انا همشي رسمي. قلت له انا مش جاي اساومك، مش جاي اقول لك مسحولي، هتمشي رسمي، اكتب مع حضرتك زي ما حصل ان انت ماشي وان انت اطلقت عليه الرصاص تلفظ بالفاظ غير لائقه وسب الدين لاستاذ محمد، وقام بتعدي عليه بالسب وبالضرب بالبنيه في وشه وفي صدره. دخلت الرئيس التحيات النقيب شريف ناجي استنجد بيه عشان اتدارك الموقف. جه بصحبتي بنتكلم، لقيت احد الضباط واسمه اسلام برتبه ملازم في الاستيفا شال الكرسي وضربني، وتم التعدي عليا وعلى استاذ محمد منصور. تدخل الاستاذ محمد خلف المحامي كان متواجد في الاسم بالصدفه بيحوش، قام الضابط محمود يوسف بسحب الطوانجه بتاعته وضربه بكعب الطوانجه اعلى الحجب الايسر واصابه 3 غرز. 4 غرز مش كده؟ 4 غرز. فانا مش عارف هم قبل الثوره كانوا انصاف عليها، دلوقتي بقوا عليها. لما ضابط ستيفا يدخل لمحامي يعدي عمله في الاسم يتضرب بكعب الطوانجه، ده هيتعامل مع المواطن ازاي؟ ولما ربنا يكرمه لو كمل وكان ليه نصيب يكمل وبقى مامور اسم او اسم باعث هيكمل ازاي؟ هيدوس على الناس برجليه. اسالك سؤال خبيث من بتوع عين شمس. اتفضل. احكي لي ايه اللي حصل في النيابه من الساعه 5 للساعه 6:30؟ اللي حصل في النيابه صدر قرار باخلاء السبيل بعد ان تلات تحقيقات كان المحامي العام لنيابات شمال القاهره بيباشر التحقيق، ومكون فريق تحقيق من 4 وكلاء نيابه من نيابه عين شمس يرأسهم رئيس نيابه شرق القاهره. بعد انتهاء التحقيق صدر قرار باخلاء سبيل الضابط، وعشان يلهوا المحامين عن قرار الضابط صدر قرار باخلاء سبيل المحامين من ديوان الاسم. حوالي 250 محامي كانوا متواجدين في النيابه متضامنين معايا، وانا بشكرهم وبشكر كل اللي حضر وقدر وقدر وقفتهم. طلعنا اعتصمنا قدام مكتب رئيس النيابه اللي كان متواجد فيه المحامي العام، وقلنا له مش هنمشي الاسم، مش هنمشي من الاسم، عايزنا نمشي من الاسم، تحمل النتيجه. اتصلوا بمكتب المحامي العام الاول اللي اصدر القرار تليفونيا، لان للاسف احنا لسه لحد دلوقتي قرارات النيابه والقضاء بتيجي بالتليفون. اتصلوا بمكتب المحامي العام الاول قال له مش سلطتي، اتصل بالنائب العام. اتصلوا بمكتب النائب العام قال له المحامين متجمهرين ومتذمرين هنا ومش هيمشوا. قال له لبي مطالب المحامين ورب رغباتهم وادي لهم الكرنات بتاعتهم واخلص سبيلهم من النيابه. ودي كانت بدايه احساسي ان النقابه راجعه بشبابها. بدايه احساسي ان النقابه راجعه بشبابها. بما اني واحد من اللي كانوا واقفين معاك وده مش سر يعني. ايه رايك في موقف شيوخ المحامين اللي جو لك عشان يجاملوك ويعملوا دعايه انتخابيه؟ ما كانوش جايين يجاملوني. للاسف معظم شيوخ المحامين جولي مش عشان يجاملوني في مشكلتي. جم اسم عين شمس وجم نيابه عين شمس وقفوا معايا في المشكله عشان الشو وعشان الدعايه الانتخابيه. هو مين اللي بلغك باخلاء السبيل من الاسم؟ الاستاذ سامع عاشور نزل قال لنا مبروك يا اساتذه. خلاص انت بتحرجني على فكره. اه بحاول بس ده واقع. لا ده واقع، خلي الاساتذه تعرف. احنا مش عايزين زي في حقيقي، لان تاني يوم لقيت احد الجرايد ايوه منزله منشط للبند العريض المرشح لنقيب خلصها. هو يشكر والسامع كتر الف خير وجه وقف معايا وما انكرش ده. وقف معايا حتى لو كان جه
ما حضرش التحقيق بس جه ووقف وطلع قابل المحامي العام، بس نزل بلاغه بقرار خلايا السبيل من ديوان الاسم، وكاننا حررنا فلسطين، كاننا لسه بنصالح فتح وحماس، اكن القرار ده انتصار. يعني افهم ان خلاصه القصه ان في ثلاث محامين اتضربوا في اسم عين شمس ونزل منهم دم، وفي احد الاساتذه خد غرز، وفي الاخر ان كلكم انتوا خدتوا اخلاء سبيل وهم خدوا اخلاء سبيل، وانتوا لسه ما خدتوش حقكم. مبدئيا لسه ما خدناش حقنا، حقكم ما خدتش صح كده؟ السيد انا بعتذر لك بالنيابه عن شباب المحامين كلهم قدام الكاميرا، وده هيتذاع ان شاء الله. انا شخصيا هم اللي حلوا المشكله، ان كان عندنا امل ان على الاقل اللي قل ادبه من الظباط كان يتحبس. بس بعد اذنك انا عايز اقول ان احنا لما رحنا النيابه فوجئنا ان قالوا ان اخو الاستاذ محمد منصور تاجر مخدرات، فوجئنا ان احنا علينا محضر ان احنا كنا بنحاول نهرب مساجين من الاسم، فوجئنا ان احنا متوجهين بلاغ ان احنا هددنا الظباط وحاولنا نرشيه، لما رفض يخلي سبيل اخو المحامي حاولنا نهربه وكسرنا الاسم ودمرنا الاسم، ومفيش محامي فينا معاه عصايا، مش هقول رشاش آلي زي اللي راحوا هربوا المساجين، رايحين ثلاث محامين نأدي عملنا، تم التعدي علينا وفوجئنا ان احنا نازلين متهمين بالتعدي على ضابط وتمزيق الملابس الميري ومحاوله تهريب مساجين. وبفضل الله وبفضل شباب المحامين قدرنا نقف وقفه وخدنا جزء من حقنا، ومش هنتنازل عن بقيه حقنا بشباب المحامين وبالجمعيه اللي اكتملت النهارده بامر الله. هستأذنك ان انا اعرض الصور اللي معايا بتاعتكم، انتوا هدومكم متقطعه والضرب على علامتها عريضه بعد اذنك. هي اتنشرت على موقع انا بستأذنك بس، وعلى صفحه ائتلاف شباب محامين القاهره وعلى صفحه مؤيدي محمد علي الهواري. الكلام ده اتنشر، والكلام ده مش يعني هو لما يتنشر مش اساءه ليا، انا شرف ليا ان كنت احد المتعدى عليهم في الاسم، واللي بفضل الله هنعرف الداخليه اللي بيعتبروا نفسهم انصاف الهه انه لا اله الا الله ومفيش حد هيرقى لمرتبه الاله ولا الانصاف الاله، واللي هيهم محامي هيعرف ان المحامين راجعين، ونقابه المحامين راجعه بشبابها بامر الله. لما محامي بيتهم مش بيتهم بشخص، النقابه كلها بتتهان، النقابه كلها بتتهان. ولما انا بعتذر لك عشان لسه ما خدناش حقنا لغايه دلوقتي، عشان انا بجد حاسس ان انا لسه ما خدتش حقي. يا استاذ محمد وعليك يعني ليك جزيل الشكر، انت كنت معانا من الساعه 3 في الاسم، من 3 الفجر في الاسم لحد ثاني يوم الساعه 8 بالليل في نيابه عين شمس. بشكر كل اساتذه المحامين. شكرا لك يا استاذ سيد، ربنا يكرمك.